ميدانيا، أعلن الجيش اليمني استكمال قواته تحرير وتأمين مرسى حبل جنوب مديرية ميدي بمحافظة حجة. وسيطرت قوات الجيش على أولى قرى مديرية السوادية شمال محافظة البيضاء عقب معارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتمردين. حصار شديد باتت تعيشه ميليشيا الحوثي الإيرانية بالساحل الغربي في اليمن، خصوصا بعد تمكن الجيش من تحرير مناطق استراتيجية في حجة، كان أهمها تحرير مرسى حبل القريب من مديرية عبس شمال المحافظة. كما تمكنت أيضا من تحرير مواقع جديدة في وادي حيران بعد عملية عسكرية واسعة شاركت فيها قوات التشكيل البحري. على كل حال، الجيش الوطني في مختلف الجبهات في عموم الجمهورية اليمنية تقدمات كبيرة استراتيجية أحاطت الميليشيات الانقلابية من كل الاتجاهات، في صعدة، في حجة، في لحج، في الساحل الغربي. تطهير ما تبقى من الميليشيات الانقلابية على الساحل لمحافظة حجة، وهو تطهير أحد المراسي الهامة الاستراتيجية في جزيرة ميدي. في هذه الأثناء حرر الجيش اليمني قرية الجعيدنة، أولى قرى مديرية السوادية شمالي محافظة البيضاء وسط البلاد، عقب معارك ضارية خاضها مع الميليشيات الحوثية. تزامن ذلك مع استمرار التقدمات في جبهات شمال لحج، حيث تمكن الجيش من تطهير مناطق قفيل والمقنية بالقبيطة وعدد من المناطق الأخرى في جبهتي طور الباحة والشريجة. جبهة القبيضة تخوض معارك عنيفة منذ الأسبوع الماضي، وحيث التحمت قبل 3 أيام بجبهة الصبيحة لواء العمالقة بسوق الخميس، وقبل يومين التحمت بجبهة الجوازعة في منطقة عيريم، ويومنا هذا تخوض أشرس المعارك للسيطرة على جبل جالس التي يحاصره الجيش الوطني من 3 جهات. وفي الحديدة أسقط الجيش طائرة استطلاع تابعة للميليشيا المدعومة من إيران في مديرية الدريهمي جنوبي المحافظة بعد يوم واحد من إسقاط طائرة مماثلة قرب مطار الحديدة. انهيارات متسارعة في صفوف قوات ميليشيا الحوثي الإيرانية مع الضربات التي توجهها قوات الشرعية والمقاومة الشعبية في أغلب الجبهات، بالإضافة إلى القارات المركزة التي تشنها مقاتلات التحالف العربي في مواقع عدة. عماد حيدر، لتلفزيون المملكة العربية السعودية، عدن.